الجيش الوطني يحكم السيطرة على مسرح العمليات في باقم، فقد أسفرت معارك الساعة الماضية عن تقدم الجيش وسيطرته سيطرة كاملة على التباب السود التي تمثل مواقع استراتيجية حاكمة في مسرح العمليات في هذه المنطقة الهامة الواقعة إلى الشمال من محافظة صعدة. أمضى الجيش الوطني عاما كاملا وهو يقاتل في هذه المناطق ويحقق تقدما بطيئا نسبيا، لكنه مع كل تقدم يحرز مكاسب جديدة، وتخسر معه الميليشيا مواقع وإمكانيات وموارد مادية وبشرية فادحة. جزء من أهداف المعارك التي تدور هنا وفي غيرها من المناطق الشمالية لمحافظة صعدة يتعلق بالمهمة الرئيسية للجيش الوطني، وهي إنهاء التواجد الميليشياوي في هذه المحافظة التي ظلت ملاذا حصينا للميليشيا الإنقلابية قبل أن تتمدد باتجاه بقية محافظات الجمهورية. يؤكد هذا القائد العسكري أنه بالسيطرة على هذه التباب أصبحت مناطق الصبحان وأبواب الحديد ومنطقة مثلث باقم تحت السيطرة النارية للجيش الوطني الذي يتقدم الآن ليسيطر على آخر المرتفعات المهمة في مندبة لتكتمل السيطرة على هذه المنطقة قبل الانطلاق باتجاه مركز مديرية باقم. كل منطقة باقم بشكل عام وأبواب الحديد ومثلث باقم تكون مكشوفة أكثر، فالآن هذه مناطق سبحان وتحرك العدو فيها صعب جدا جدا، خسائر العدو كثيرة ولا زالت الجثث مثل ما هي الآن في أسفل التباب، وهي تستطيع أن تلقط كثير من الصور الآن من جهة الميليشيات. والآن أهمية الموقع مثل ما تشوف أنت وتشاهد وتصور للمشاهدين، هذه سبحان وهذه مناطق سبحان التباب كاشف لها بشكل عام. مديرية باقم في طريقها إلى التحرير في ضوء النتائج الحاسمة التي حققها الجيش الوطني خلال الساعات الماضية، لكن الأمر ما يزال مرهونا بتأمين الدعم الكامل للجيش لمواصلة مهمته مع استمرار الإسناد الجوي الذي يقدمه الطيران السعودي في هذه الجبهة.